أغرب طرق دفن. تعالوا أقول لكم على أغرب بعض عادات الشعوب في الدفن. بعض قبائل البرازيل وقبائل بابوا بغينيا الجديدة بتجتمع العائلة على أشهى وجبة في العالم. عارفين إيه هو الطبق الرئيسي؟ هو واحد من أفرادهم اللي ودع الحياة، فبتقوم عائلته بطهو جثته وبيجتمع كل الأفراد على المائدة لالتهامه، وبتعتبر قبيلة فور هي الأشهر بممارسة العادة دي، فبيتم أكل الميت من قبل عائلته وأصدقائه لاعتقادهم بأن أكل جسده حينقل ليهم طاقته وقوته، وكمان حيحرروا من الجسد الدنيوي وحينقلوا الأرض الموتى. وعليه كانوا بيحرصوا على أكل الجسد بالكامل، حتى العظام كانوا بيهشموها ويأكلوها، وغالباً مع الخضروات. في منطقة منغوليا بيتم تقطيع الجثة وتركها فوق قمة جبل أو هضبة علشان تتغذى عليها الجوارح، وبعد كده بيتم جمع العظام وبتدفن في قبر صغير بتزوره العائلة سنوياً. والعادة دي كمان بتمارس في التبت، وطبقاً لمعتقدات الشعوب دي فإن الجسد بعد الموت هو مجرد شيء عديم الفائدة، وعلشان كده من باب الكرم والمروءة بيقدموا الجسد علشان تاكل منه مخلوقات الطبيعة، لأن في اعتقادهم إن إطعامه سد جوع الحيوانات والطيور هو أفضل من دفن الجسد وتركه يتعفن من غير فائدة تحت الأرض. كمان في اعتقاد تاني بإن تقديم الميت للجوارح حيجعله يلتحم مع السماء، لكن باحثين الأنثروبولوجيا بيعتقدوا إن السبب الحقيقي وراء العادة دي هو إن الأرض في المناطق دي صخرية وبيصعب الحفر فيها، وده اللي دفع السكان لممارسة الدفن السماوي. كلنا بنحب الحساء، لكن الوصفة اللي هقول لكم عليها دي ليها نكهة خاصة. في قبيلة يانومامي الموجودة في غابات الأمازون بيتم لف جثة الميت بأوراق الأشجار وبتترك في الغابة علشان تتناولها الحشرات، وبعدين بتجمع العظام بعد 45 يوم وبيتم طحنها ووضعها لحساء الموز علشان تصبح طبق بيتناوله الصغير والكبير، وبتقوم القبيلة بالطقس ده اعتقاداً منها إنها تضمن للميت الطريق للجنة. في بعض الدول الآسيوية زي الهند بيعتبر الحرق جزء من العقيدة الدينية. كمان ظاهرة حرق الموتى انتشرت لدول تانية وبقت رائجة في الغرب، فبيقوم الأهالي بحرق جثة الميت وبعدين بيقدم الرماد لأفراد أسرته، وبعدين بيبعثر في الريح أو الماء بناءً على وصية الميت. ده في كمان بعض الطوائف الهندوسية بتربط الزوجة الحية بجانب زوجها المتوفي وبتولع فيهم النار هما الاتنين، وده اللي بيعرف بطقس الساتي، وبيظنوا إن الفعل ده واجب علشان يضمن عدم تفريق الأحبة لا في الحياة ولا في الممات، وده اللي ممكن يكون معنى عبارة معك حتى الموت بالنسبة لهم. الأكثر غرابة هو اللي بتقوم بيه قبيلة بتعيش في بابوا بالقرب من إندونيسيا، فبيتم تحنيط الجثة بتمرير الدخان عليها لحد ما تتحول لصخر، وبعدين بتحتفظ العائلة بالميت من غير ما تدفنه. وطبعاً كلنا عارفين إن أشهر حد حنط الموتى هم الفراعنة، لكن التحنيط عندهم كان بلف الجثة علشان تصبح مومياء وتوضع في توابيت مغلقة بتدوم لآلاف السنوات. الطقس ده بقى بيتم فيه ربط جثث الموتى الملفوفة بالكفن في أغصان أشجار قديمة في مسقط رأس الميت، والطقوس دي اشتهرت في بعض القبائل اللي ما عندهاش أي ديانة. ده كمان في بعض القبائل بتقوم برمي جثث الميت في مستنقعات قذرة للتخلص منه اعتقاداً منهم إنه أصبح عنصر دخيل في الكون، ولكن الطقس ده تم منعه بسبب الطاعون. في بعض الدول الغربية في شركات بتقوم بتجميد جثث الموتى فور وفاتهم، وده من أجل الحفاظ على أجسادهم سليمة من التحلل على أمل أن يتوصل العلم في المستقبل لطريقة لإعادتهم للحياة. وطبعاً الطريقة دي غير متاحة للجميع لأنها غالية جداً، فتجميد جثة كاملة ممكن يكلف عشرات أو مئات الآلاف من الدولارات. إخراج الموتى من قبورهم والرأس معهم. الممارسة دي معروفة في جزيرة مدغشقر خصوصاً من قبل شعب المالاجاسي، فبيتم إخراج جثث الموتى من القبور بعد مرور 7 أعوام على الدفن، وده لتنظيف العظام وتبديل الكفن، وبعدين بيقوموا بحمل الجثث فوق رؤوسهم والرأس بيها. كمان في عادة شبيهة ليها في إندونيسيا بتمارس من قبل قوم التوراجا، فبيتم الاحتفاظ بأجساد الموتى والاعتناء بيهم زيهم زي المرضى بالظبط،
فبيقدموا لهم الطعام واللبس ده حتى الشراب والسجائر، وبيتم تنظيفهم باستمرار لأنهم بيعتبروا الموت جزء لا يتجزأ من الحياة، وكمان بيعتقدوا إن روح الميت بتكون بالقرب من جسده وهي بحاجة لعناية واهتمام. كانت بعض القبائل الصينية القديمة بتحط جثث الموتى في توابيت وبتعلقها في أعلى جرف أو جبل، اعتقاداً منهم بأن ده حيوفر للروح حرية التجول في السماء بدون عوائق، لكن كانت بتسقط كتير من التوابيت المحملة بالعظام واللحوم المحللة. من منا لا تمتلك الرهبة أثناء مشاهدة أشكال الجماجم وسماع قصص الموتى؟ تلك بعض من الصور التي توجد في شوارع المدن المكسيكية أياما قليلة قبل بداية شهر نوفمبر من كل عام، حيث تفوح رائحة الموت من كل ركن استعدادا للاحتفال بعيد الموتى. ففي طقس غريب تخص المكسيك موتاها باحتفالية صاخبة كل عام لاعتقاد شعبي بأن أرواح الموتى تعود للقاء الأهل والأحبة، كما تحرص الأسر على التحضير للقاء بما لذ وطاب من الأطعمة والحلويات، كما تخترق أثناء ذلك موسيقى الصمت وسكون المقابر. ويتم الاحتفال بيوم الموتى في 2 نوفمبر، حيث تجتمع الأسر لتكريم موتاهم معتقدين أن الموتى يهبطون بأرواحهم إلى الأرض مجدداً، ويسعى المحتفلون إلى تكريم الموتى من كل أسرة بإضاءة الشموع وتقديم المأكولات التي كانت مفضلة لدى موتاهم، علاوة على أكاليل الزهور التي توضع على المقابر. ويجلس الجميع في الشوارع المكسيكية وتحاط بهم الموسيقى لتذكر الأحباب الذين وافتهم المنية، كما يعتبرونه وسيلة لربطهم بجدودهم والتراث الأسباني لديهم. ويحتفل الأشخاص في المكسيك بالرقص وارتداء الأزياء التنكرية المكسيكية، وتضاء الشموع وتقدم المأكولات، ويبدأ سباق التابوت وتوضع أكاليل الزهور على شواهد القبور. تمثل الأقنعة التي صممت على شكل جماجم بشرية وملابس خاصة يرتديها الناس أثناء الاحتفال دوراً كبيراً في تنظيم المهرجان ونجاحه، وتصدر تلك الأقنعة والملابس من المكسيك لكثير من دول العالم أثناء احتفال الهالوين. ويحضر آلاف المشاركين الحفلات الموسيقية في إطار المهرجان والعروض التي يؤديها فنانون ومحترفون، علاوة على فقرات سحرية. ويهدف منظمو المهرجان أن تكون تلك الفعاليات مصدر لجذب السائحين المهتمين بالمهرجانات المحلية في المكسيك. ترجع جذور يوم الموتى إلى حضارات أمريكا الوسطى والجنوبية، وذلك قبل قرابة 3000 عام، وارتبطت تلك الطقوس بالموت والبعث. ففي اليوم الأول من نوفمبر يعتقد المحتفلون أن أرواح الأطفال الموتى ترجع إلى الأرض، أما في 2 نوفمبر يكون الدور على أرواح البالغين. وخلال السنة يستعد الناس بالاحتفال بهذا اليوم من خلال جمع القرابين التي سوف تقدم خلال المهرجان. مع اقتراب يوم الاحتفال يبدأ الناس بتنظيف قبور العائلة والأحبة وتزيينها بمختلف أنواع الزينة الملونة، فيما تقوم بعض العائلات الغنية بوضع الشمعدان المزين بالمنزل. وفي يوم الاحتفال تذهب جموع المحتفلين إلى المقابر للاحتفال والغناء وتقديم القرابين التي هي عبارة عن الأطعمة المفضلة للمتوفين وكذلك الشراب المفضل. وبعد الانتهاء من الزيارة يأكل المحتفلون الأطعمة التي قدموها كقرابين لاعتقادهم أن أرواح الموتى قد التهمت القيمة الروحية للطعام، وما تبقى هو عبارة عن طعام قد فقد قيمته الغذائية. وبهذا يتم تذكر الموتى في جو من المرح بدلا من الشعور بالخوف من احتمالية وصول الأرواح الشريرة، حيث تكرم أسرة المتوفى ذكراه في جو من الاسترخاء، حيث الاستماع إلى الموسيقى وتناول الطعام كعناصر للتمتع والاحترام. فتعتبر الجماجم من أهم شعارات المهرجان.